فكيت بس ضربت البوكش هيك فاني خرب خروج لي هاي الطيران الحربي الساعة الثانية وليلا استهداف مدرسة فراعة الثورة في طريق الردبو. هذه المدرسة تحوي على فوجين، فوج ابتدائي حوالي 350 طالب، فوج ثانوي بنات حوالي 200 طالبة، ولا يوجد فيه أي مظاهر مسلحة أو أي شيء. صار لنا المدرسة قائمة 3 سنوات ثورة، عم نحاول المعلمين جهدهم يعلموا الطلاب، وللأسف شايفين الوضع بعينكم. كان بالليل استهدف النظام الطيران الروسي أدى إلى تدميره. بعد من ضو يا ب... يلا لك حفيان أنت يا زلمة، أنت من مين؟ طال أنت حفيان لك. كذب بالارض، صور هالكذب وصور هالهيدي.